نتحدث اليوم عن أهمية النوم لأطفالكم، ونشرح ما يحتاج الآباء إلى معرفته حتى يتعلم الأطفال ينمو ويصبحوا أصحاء. لماذا يعتبر النوم مهماً؟ النوم مهم لأطفالكم ولنمو دماغهم ولنموهم منذ الولادة وحتى البلوغ. النوم الكافي يساعدهم على النمو بصورة قوية والبقاء بصحة جيدة طوال الحياة. الحصول على قسط كافي من النوم يحسن تعلم طفلك، أداءه في المدرسة، السعادة، المفردات والذاكرة والصحة العامة. الأطفال الذين لا ينامون كثيراً لديهم سلوك مفرط النشاط، صعوبات في التركيز أو التعلم، مشاكل صحية في وقت لاحق من الحياة، ينزعجون بسهولة ويتحصلون على درجات ضعيفة أكاديمياً. كيف يمكن للوالدين المساعدة؟ يمكنك إنشاء روتين دائم لوقت النوم لطفلك كل ليلة، وجبة خفيفة صحية قبل النوم، قبل فترة كافية قبل النوم، وقضاء وقت هادئ قبل النوم، تجنب الهاتف المحمول أو شاشة التلفزيون، تجنب الكافيين والسكر قبل النوم، والذهاب للفراش في نفس الوقت كل ليلة. حافظ على الجدول الزمني المتسق، واحصل على نفس وقت الاستيقاظ في الصباح وروتين النوم في عطلات نهاية الأسبوع حتى يكون أطفالك مستعدون لأسبوع المدرسة. اجعل لهم نموذج السلوك والتحدث بصراحة، واضرب مثالا لأطفالك، واحصل على روتين النوم الخاص بك، لأن الأطفال يفعلون ما يفعله الوالدان. شكرا لمشاهدتكم اليوم، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وآمنون هذا الصيف. Thank you to our sources who provided information for this video and to our interpreter today. Thank you to Milwaukee Public Schools for providing interpretation. This video was made possible by the generous support of the Wheaton Franciscan Sisters Fund.